مشاهدينا، مثل ما لاحظنا وعم نلاحظ بالآونة الأخيرة أنه سلاح عم ينتشر بين المواطنين وعم بيتسلحوا، يعني المواطنين عم بيتسلحوا، إن شئنا أو أبينا صار في سلاح موجود بين أيادي المواطنين. فنحن خوفنا بس حابين، يعني حابين نعرف أنه يا عمي هالسلاح مش ممكن يؤدي أو يودي لفتنة معينة. نحن هون موجودين بالمنطقة، بمنطقة بحي معين، عرفنا انه صار في اشكال امبارح بالمنطقه وصار في مثل اطلاق نار. هلا مثل يعني مؤخرا عم نعرف انه عم بيصير في اطلاق نار، يعني لعده اسباب عم بيصير في اطلاق نار، ابتهاجا لمناسبات معينه، لخطاب فلان بيطلعوا بأوصوله، لحدا تجوز عم بأوصوله، مش انه بس حابين نعرف انه مثل ما شايفين حضرتكم انه حاملين سلاح. نعم. معنا هون مشاهدينا شابين من المنطقه هون، حابين نعرف بس اول شيء مرحبا، يعطيك العافيه. اهلا، الله يعافيك. حابين نعرف حضرتك بس لاي فريق بتنتمي، لانه بتعرف بهذا البلد ما بقى في فريق محايد، صار في يا فريق مع هول يا فريق مع هول. حضرتك مع مين؟ انا مع هول 8 اذار. مع 8 اذار. نعم. وحضرتك؟ نحن 14 اذار. حضرتكم 14 اذار و8 اذار. نعم. طب السؤال اللي بيطرح نفسه بهالفترة، مثل ما شايفين انه حضرتكم عم تتسلحوا ومعكم سلاح بين ايديكم. نعم. طب انه ما بتخافوا انه هالشيء يؤدي لفتنة؟ خليني اقول لك شغله، خلينا انتوا كاعلاميين، يعني معلش خليني امرق لك هالملاحظه، انتوا كمان خطاباتكم يعني اوقات التسريبات الاعلاميه بتادي لهي الفتنه، فتنه لا سمح الله هذه ما رح نحن ننجر لها ولا ندفي، ولا يمكن ننجر للفتنه لو شو ما عمل الفريق الاخر او الطرف الاخر. ما رح يجرب انه يجرنا للفتنه، قد ما جرب نحن ما رح ننجر. طب حضرتكم شو رأيكم وشو تعليقكم؟ شايفوا لهذا اللي حدك هذا الشخص اللي واقف هون؟ هيدا معنا بالحي ومن اعز اصحابي وربيانين سوا انا وياه. يعني مزبوط هو معه سلاح وانا هلا صار معي سلاح، ولكن هالسلاح لن ننجر به الى الفتنه ولو شو ما صار. يا حي لاعطيك مثل، لاعطيك مثل. هلا هو هي سيارتي يا اخي، يا حي هي سيارتي. بعرف انا سيارتك. لك بشرفك اذا بكسرها، شفت اذا كسرها، روح كسرها يا حي. ليش بدك كسرها؟ اذا سلمنا جدا كسر لك سيارتك، شو بترد عليه؟ لك بوسه براسه وما بنجر للفتنه. اكيد. لو شو ما عمل، لو شو ما يا خي لحظة خذ، هاي حجرة يا خي، خذ رأى فيها عمول اللي بدك اياه فيها. لحظة منين جبتها يا حي؟ هون كانت هيدي الحجرة. إيه؟ هيدا هون مطرحها، هاي الحجرة إذا بيرميني فيها أنا برميه بوردة. ولك مش بس هيك، بيتي أنا بيتي إذا بروح بكسر لي بيتي وشو ما بده بيعمل فيه، بيخلعه بيحرقه شو ما بده يعمل فيه، أنا ما بقول له شيء لأني بحبه، لأنه هيدا جاري، وحتى لو معه سلاح ولن ننجر إلى الفتنة حتى لو شايف معنا سلاح. ولا يمكن. شو عم تحكي أنت؟ بتعرف شو الفتنة لشو بتأدي الفتنة؟ طبعا ما هيدا اللي خايفين منه، شايفين معكم سلاح. هلا طلقة من هون طلقة من هون، لما بصير إشكالات قرب ورجع وكذا ما لنا مشكلة، بس إنك تنجر لفتنة اعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ اكيدين مش رح تنجروا للفتنه، ما رح ننجر للفتنه. مين بيعتها؟ لا ما بدي علامات بوس يا خيي. يا خيي هاك يا خيي، ما بقول لك انا بحبه كثير. نحن فرد دنيا يا زلمه، فرد لك يا خيي. شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل يا خيي؟ بدك تسبني؟ سبني يا خيي، سبني قدام الاعلام. لا ما في سب، خليه سبني. ما في سب، لبوسه بخده هذا وخده هذا وما بنجر للفتنه، وما بنجر للفتنه. يا خيي عندي محل، انا اذا بروح على محلي بيقعد هو بمطرحه وبيسرق، ما بنجر للفتنه معه شو ما بده يعمل. اعوذ بالله، شو اني معقول اسمع؟ ما كلنا على حسابك يا حبيبي، ما انا اللي كلنا على حسابك. لا انا نجر الفتنه، نحن ما رح نجر لها لهالفتنه. انا ما رح انجر الفتنه، انا ولا يمكن انجر لها. حتى لو انت انجريت الفتنه انا ما رح انجر لها. لو شو ما حطيت علي ما رح انجر لها، خلصنا بقى. هيدي ايدك نزلها وما رح انجر لها الفتنه. روح انت قد هالكلمه، عم اقول لك ما رح انجر لها الفتنه. يا خيي انت وسلاحك، انا مش فرقانه معي الفتنه تبعيتك، ما رح انجر لها الفتنه. يا خيي شو فتنتك غير فتنتي انت؟ ما رح انجر. يا خيي هو وسلاح وما رح انجر. يا خيي ان شاء الله بدك ترشني كلي لتحت، ما رح انجر لها الفتنه. ما تكبر راس، ما رح انجر فتني. يا شباب ما رح انجر فتني، ما رح انجر فتني. لا 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 شو بدك يا شباب؟ ولا انا رح انجر، ما رح انجر الفتنة، ولا يمكن تجرني للفتنة. هدي لقلك، هدي يا شباب، هدي طول بالك، لا عبالك ولا انت وياه ولا حيته بغير هالمسلي، ما رح انجر للفتنة، ما رح انجر الفتنة. يابا حج، لك شو بدك تقول؟ انت كمان انا ما بحصني يا خيي. لا يمكن انجرنا الفتنه ما بتخردنا.